على وبركاته مرحبا بكم أعزائي المشاهدين وبرنامجكم اليوم أيام المعلومات كل عام وأنتم بخير اليوم هو اليوم العاشر من ذي الحجة يوم عظيم يوم فيه ذبح يوم فيه أكل وشرب وذكر لله أعمال كثيرة وكبيرة وعظيمة للحاج وغير الحاج في هذا اليوم الحديث ما زال مستمرا عن معاني وقيم هذه الشعيرة العظيمة وهذا الركن الكبير من أركان الإسلام وضيفي هو فضيلة الشيخ إبراهيم السيود حياك الله يا شيخ إبراهيم أهلا وسهلا أستاذ وكل عام وأنتم بخير كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة وجميع الأمة الإسلامية قضيت اليوم وانتهيت من خطبة العيد عيدا. و يعني تباركنا إن شاء الله, الله لو خلنا بارك. أسألك قبل ما نبدأ في الحلقة عن مدى يعني اقبال الناس على الحضور في صلاه العيد صلاه الاضحى تحديدا باعتبار انه يعني كثير من الناس بين مسافر في اجازه ومسافر الى مكه في اداء هذه الفريضه وحتى البعض بالذات في منطقه مكه المكرمه من المتطوعين عشرات الالاف من الشباب والبنات المتواجدين لخدمه الحجيج، هل يعني الناس موجوده وما هي او ما هو العنوان الابرز لخطبه اليوم؟ امس سمعنا عن الرحمه في مكه في خطبه عرفه، اليوم ايش خطبتكم؟ الله يبارك فيك اول شيء الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ونقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد في حقيقه العيد لا يخفى على الجميع انه البهجه والسرور تعم الناس جميعا جميل فكان مظاهرها واضحه على الناس ونحن ولله الحمد نتميز في في جامعنا جامع بن حمد حي الصفا بمصلى انه الحمد لله نحن نصلي في ساحه كبيره اها مش داخل المسجد اي نعم. مفتوح. لا لا نعم. نعم نعم تكون في خارج المسجد داخل المسجد وفي ساحه خلف المسجد تكون فيها الاخوات النساء جميل فهذه منطقه فقط للنساء المصلين من اهالي الحي وغير اهالي الحي من أه... نعم من اهالي الحي والحمد لله تقريبا يسع اكثر من 7 الى 8000 مصلي الرجال فقط ما شاء الله هذا فضل ما شاء الله. الله فكان الحمد حضور, حضور كبير نعم حضور كبير حقيقه طبعا بعض الاسماء بعض الوجوه أنا نراهم بعضهم في الحج وبعضهم منهم إذا هو هذا المدينة المنورة أها صحيح وبعضهم مسافر خارج البلد إيش كان عنوان في الحقيقة العنوان كان عن البذل والتضحية جميل في هذه الأيام المباركة جميل وكيف يمكن الإنسان أن يبذل ويضحي تماما مثل هؤلاء الحجاج الذين تركوا أوطانهم وتركوا ديو دارهم وأهلهم وذهبوا إلى الحج طبعا عطنا كذا رسالة هذه الخطبة اليوم ما دام قلتها قبل ساعة ثلاث ساعات. الله يحفظك ويبارك فيك. حقيقة الرسالة التي يعني أتمنى أن تصل للجميع وأبدأ فيها بنفسي حقيقة هي ما دام الإنسان يعني يبذل ويضحي في أيام قلائل مثل هذه الأيام المباركة م. العظيمة في أيام العشر الفضيلة فلا بد أن الصورة هذه عندما نرى إخواننا الحجاج الذين يعني انطلقوا من أقطار العالم إلى بقعة صغيرة. يحجون ويذهبون إلى هناك استسلاما وانقيادا لأوامر الله سبحانه وتعالى فنحن يعني حريم بنا عندما نرى هؤلاء الحجاج وهم منطلقون إلى هذه المنطقة أن كذلك نحن نبذل ونضحي لنقيم شعائر الدين الصحيح في حياتنا جميل هذا باختصار يعني جميل معنى عظيم اليوم هو يوم فرح وسرور وعيد والناس يعني تقوم بممارسات منها السنة الاضحيه اجتماع الاهل، خاصه اتكلم على اعمال غير الحاج، الحاج بنتكلم عنه وتكلمنا كثير يمكن في الايام الماضيه ولكن سنجد جزء للحديث عن اعمال الحاج في هذا اليوم، لكن المسلمين مئات الملايين حول العالم اليوم يصلون العيد، يجتمعون مع الاهل، يضحون، يحدث التزاور، التواصل، الاجتماع وايضا التسامح والتغافر وغير ذلك، كيف يمكن ان نصف مشهد هذا اليوم طيب. ببهجته وجماله؟ الله يحفظك اخي الحبيب استاذ انور اليوم هو يوم فرح وسرور فهذه اشراقه عيد جديد تطل على العالم الاسلامي من اقصاه الى اقصاه هذا هو العيد بهجه وفرحه وصفاء واشراقا ينسى به مهموم همه ويتشاغل به المغموم عن غمه ويغسل به المحزون ادران حزنه ومع هذا العيد تغمر انفسنا وافئدتنا فرحه عامره وتهيمن على مشاعرنا سعاده كبيره فنلمسها اليوم عندما نراقب الصغار يمرحون في الطريق كالزهور وهذه تحيه الصباح وهذه ابتسامه الصديق الى صديقه الكل عائد بفرحه مشرقه فالعيد قد غرس بين جوانحنا البهجه والسعاده والسرور فمشاعر الحزن في قلوبنا لا بد ان تتلاشى وان تختفي فلم يبقى اليوم مكان لاحزان وهموم وغموم لاننا نقف في هذا العيد في يوم الحج الاكبر يوم تزدحم فيه المناظر والمشاهد وتختلط فيه اصوات التلبيه ونداءات التكبير في اجواء فواحه وامواج متدفقه يغمر القلب المتأمل شعور فياض بانتماء هذه الأمة إلى هدف واحد ورب واحد ونبي واحد إنه شعور ووصف يستدعي من المؤمن أن يشعر بالفرح الكبير والسعادة الكبيرة لما قدمه من طاعة وأعمال طيبة ومباركة وإحسان مع فضل الله الواسع يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قل بفضل الله وبرحمته قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فحق للمؤمن ان يفرح وان يتهلل عقب ايام عظيمه مباركه من عشر ذي الحجه والعتق من النيران فالله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد لا اله الا الله والله اكبر والله اكبر, والله أكبر ولله الحمد. اذا اخذنا هذا اليوم ومشهد هذا اليوم العظيم لانه الفرح فيه عباده. صحيح. كيف يمكن للانسان في ظل هذه خلينا نقول انسان هذا العصر بشكل عام من مسلم وغير مسلم ولكن اذا حديثنا عن المسلمين الهموم النفسيه، المشاكل، الضغوط، الازمات احداث كثيره في حول العالم الاخبار ونشرات الاخبار المزعجه والمقلقه والمربكه للاعصاب والمشاعر خاصه الذين يعني لديهم هذا الادمان في متابعه الاخبار وغيره ولا يعني وبالتالي الضغط الاحتياجات اليومية الأبناء وغير ذلك كيف يمكن للإنسان أن يستخلص الفرح والسعادة في هذه الحياة وأن تكون بالنسبة له إشعاعة لا أقول دائمة ولكن على الأقل موافقة في أغلب أيام حياته وليس في زمن معين أو وقت معين يوم أو يومين بارك <applause> الله فيك نعم أح يا أحباب رسول الله إحنا كنا أحباب رسول الله من أعظم الأسباب أخي الحبيب التي يحصل بها المرء على الفرح والسعاده في هذه الحياه هو الايمان والعمل الصالح بل لا يمكن ان تحصل على سعاده حقيقيه بدونهما يقول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلا نحيينه فَلَنُحْيِينَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً فَلَنُحْيِينَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فوعد ربنا سبحانه وتعالى من جمع بين الإيمان والعمل الصالح وعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الدار وبالجزاء الحسن في دار القرار وإذا حصل المؤمن مكروه في حياته من هم أو غم أو كدر أو حزن قاومه بكل ما يستطيع واستعان في ذلك بالصبر الجميل فيحصل له من الأجر ما تتلاشى معه الغموم والمكدرات وقد عبر رسول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام عن ذلك بقوله عجبا لأمر المؤمن عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سر شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس هذا لأحد إلا للمؤمن وليس هذا لأحد إلا للمؤمن فهنا يخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن المؤمن الموحد يتضاعف خيره في كل ما ما يدركه في هذه الدنيا من السرور والمكاره وهذا بخلاف الكافر او ضعيف الايمان فالمؤمن الحق يتميز بقوه ايمانه يتميز بقوه صبره وتوكله على خالقه سبحانه وتعالى ويتميز كذلك بحسن اعتماده على مولاه واحتسابه لثواب الله عز وجل في كل ما يلاقيه من هموم واحزان واكدار وغموم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله الحمد إحنا نشاهد هذا يعني هذه المناظر الجميلة أمامنا المسلمون يعني لا فرق بينهم لا فضل لأحد ها هنا إلا بالتقوى لا فرق بين غني أو فقير عربي أو أعجمي كلهم مسلمون كلهم باتجاه قبلة واحدة ربهم واحد نبيهم واحد واتجاههم وحتى أداء عباداتهم واحدة جموع من المصلين الذين يرجون رحمة ربهم ها هنا نشاهدهم أمامنا هذه الملمح وهذا الملمح وهذه الصورة الجميلة يا شيخ هل يمكن أن نقول هي إيدان بأنه أو رسالة على الأقل تتضح من هذا المشهد العظيم المشهد الأيماني والروحاني أن المسلمون ينبغي وأن المسلمين ينبغي عليهم أن يخرجوا من هذه الصورة أو من رحم هذه الصورة الجميلة وهذا المشهد الرباني والروحاني الجميل أن التسامح والتغافر بين المسلمين قد يكون هو البوابة الأجمل والرسالة الأعظم التي يمكن أن يخرجوا فيها من حج هذا العام لأننا كم نحن بحاجة كمسلمين لهذا النوع من أو هذه الصفة العظيمة التي يمكن أن تزيل كثير من مشاكلنا فيما, بعض فيما بيننا صحيح حبيبي أخي الحبيب أنور إن فرحة العيد تشمل الغني والفقير صحيح ومساواة بين أفراد المجتمع كبيرهم وصغيرهم فتتحرك في العيد الشفقة والرحمة وتسري في قلوبنا روح المحبة والتآخي فتذهب عنا الضغائن وتسود المحبة والمودة وفي العيد أيها الإخوة والأخوات تتصافى القلوب وتتصافح الايادي ويتبادر الجميع التهاني واذا كان في القلوب رواسب من خصام او احقاد فانها في العيد تسل فتزول وان كان في الوجوه عبوس فان العيد يدخل البهجه الى الارواح والبسمه الى الوجوه والشفاه كان كانه العيد فرصه لكل مسلم ليتطهر من درن الاخطاء فلا يبقى في قلبه الا بياض الالفه فلا يبقى في قلبه الا بياض الالفه ونور الايمان جميل واذا التقى المسلمان في يوم العيد وقد بعدت بينهم الخلافات والحزازات فاعظمهما اجرا البادر اخاه بالسلام الذي يبادر اخاه بالسلام وذلك امتثالا من توجيه خلق النبي عليه الصلاه والسلام حيث قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم أفشوا السلام بينكم إذا ينبغي في هذا اليوم العظيم أن ينسلخ كل إنسان عن كبريائه أن ينسلخ كل إنسان عن تفاخره وتباهيه فلا يفكر بأنه أغنى أو أثرى أو أفضل من الآخرين وفي مثل هذا اليوم ايها الاخوه والاخوات نتذكر واياكم اخوه لنا او اصدقاء او اقرباء او جيران كانوا معنا في اعياد في عياد مضت كانوا ملء السمع والبصر ولكن ادركتهم المنيه ولكن الحمد لله على كل حال نسال الله سبحانه وتعالى في هذه الساعه المباركه ان يتغمدهم الله بواسع رحمته ومغفرته هم حقيقة قد يكون واحد منا قد فقد أباه أو أمه أو جاره أو أخته فيذكرهم في هذه الأيام المباركة فيذكرهم بالدعاء أقل قليل يذكرهم بالدعاء وبالرحمة والمغفرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب اليوم يعني يسمى العيد الأكبر نعم. احنا ما الفرق بين هذا العيد بهذا المسمى العيد الأكبر بين أعياد أخرى مثلاً عيد الفطر أو حتى اجتماع المسلمين في يوم الجمعة كما ورد، لكن على الأقل ما الفرق بين هذا العيد الأكبر وبين عيد الفطر المبارك، عيد الأضحى وعيد الفطر؟ هل من فرق بينهما تمايز فضل عن آخر؟ هذا طيب. هذا السؤال جميل يا أستاذ أنور بخصوص ما يتعلق العيد الأكبر. بعض الناس يقارون يعني يقارونها بعيد الاخر الذي هو عيد الفطر او عيد الاسبوع الذي هو عيد الجمعه او مم. هذا يوم الجمعه. بعض الناس يكون سروره بعيد الاضحى المبارك ليس بنفس الشعور الفرح كما هو في عيد الفطر. مع ان عيد الاضحى ياتي في ايام العشر من ذي الحجه والتي افضل ايام الدنيا على الاطلاق. ولذلك لما اخرجه الامام البزار رحمه الله تعالى وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الجامع عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث الصحيح أن أفضل أيام الدنيا أيام العشر أفضل أيام الدنيا أيام العشر وهذا العيد هو هو, هو العيد الثاني من, من عيد المسلمين بعد العيد الفطر المبارك ويعد يعد يوم العيد الأضحى أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى ويدل على ذلك ما رواه أهل السنن ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل أيام عند الله هو يوم النحر ثم يوم القر أفضل أيام عند الله سبحانه وتعالى يوم النحر ويوم القر لأن اليوم القر يستقرون في منى وفي حديث الآخر الذي رواه أهل السنن وصحابه الإمام الترمذي رحمة الله تعالى عليه يوم عرفة ويوم النحر وأيامنا عيدنا أهل الإسلام جميل. وهي أيام أكل وشرب وذكر الله. الله عز وجل وهنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بالنسبة ليوم الجمعة يوم الجمعة أفضل أي أيام أي 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 الأسبوع ولكن يوم العيد هو أفضل أيام العام يوم النحر أفضل أيام العام جميل جزاك الله خير وياك حبيبي شكرا يا شيخ ابراهيم فاصل قصير ثم اعود اليكم واستكمل حديثنا حول هذا اليوم المبارك في هذه الايام الفاضله وان شاء الله تعالى سيكون حديثنا في المحور الثاني والثالث حديث ايضا اكثر عمقا في بعض التفاصيل واعمال هذا اليوم مرحبا بكم مرة اخرى اعزائي المشاهدين وما زالت يعني حلقة هذا اليوم من برنامجكم ايام معلومات مستمر الحديث فيها عن هذا هذه الايام الفاضلات وهذا اليوم تحديدا يوم الاكل والشرب وذكر الله يوم عيد الاضحى اليوم كما يقال العيد الاكبر اضحية والتقاء الاسر وتزاور وصلاة عيد وفرحة وبهجة للمسلمين واتفاق وتسامح وتغافر وكثير من مظاهر والقيم الاسلاميه العظمى الكبيره والحضاريه التي تتجلى في مثل هذا اليوم ابتغاء مرضاه الله عز وجل وايضا تجسيدا لروح الجسد الواحد فينا كامه مسلمه. شيخ ابراهيم السيود لماذا سمي الاضحى بهذا الاسم؟ تمام هذا سؤال جميل استاذ انور. يتبادر في يعني كثير من الناس فيما يتعلق بتسمية عيد الأضحى بهذا الإسم، فما هو السبب يا ترى؟ لماذا سمي هذا العيد بالأضحى؟ قد يقول قائل سمي العيد بالأضحى لأن الأضحية قد شرعت فيه فقط، لا. لا أخي الحبيب. إنه تذكير بما ينبغي أن يتصف به الإنسان من التضحية بالغالي والرخيص في سبيل الله عز وجل. وأن يوطن المسلم نفسه على ذلك. ولقد شاءت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل من ارتباط هذا اليوم بخليله إبراهيم عليه السلام تجسيدا لمعنى تضحية الحقيقي الحقيقية فما أقدره على ذلك على, دا على هذه الألوان من التضحيات يا ترى من الذي جعله يضحي بأعز وأغلى ما عنده بولده الحبيب ما الذي جعله يستهين بحياته من الذي يقدر أن يفعل هذا إنه شيء واحد أيها الإخوة والأخوات شيء واحد لا ثاني له إنه الحب الذي فاض به قلبه لله عز وجل الحب الحقيقي الذي جعل الذي جعله ينسى ذاته ويقدم حياته لمرضاة ربه سبحانه وتعالى وعلم البذل والتضحيات كما تحقق في سيرة إبراهيم الخليل عليه السلام تحقق كذلك في جميع الأنبياء عليهم السلام لكن ماذا فعلت أنا وماذا فعلت أنت لهذا الدين وماذا فعلت أنت لهذا الدين ما الذي قدمناه ومحمد عليه الصلاة والسلام شغله الشاغل أنفاسه خواطره أفكاره أمواله أهله بل روحه لله عز وجل يقول في أحد مواقفه والذي نفس والذي نفس محمد بيده والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله ثم فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل هكذا يعني يعني هاجر من مكة أغلقت مكة أبوابها في وجهه وقف في حمراء الأسد يخاطب مكة بكلام رقيق ومشوق يقول مكة والذي نفسي بيده إنك من أحب بلاد الله إلى قلبي ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت ثم تدمع عيناه الشريفتان بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه فيا أحبتي في الله إن هذه المعاني كلها تتجدد صورتها وتحيا اثارها في قلوبنا اليوم حين, حين حين نرى الحاج الى بيت الله الحرام. نرى هذا الحاج يقف هذا الموقف العظيم وهو مقبل على الطاعه بكل جوارحه يخلع ملابسه فيخلع معها كل معنى من معاني الدنيا وكل زينه من زينتها وكل بهرج من بهارجها ويعلن انه لا يتزين يعلن أنه لا يتجمل ولا يتحلى ولا يتميز إلا بأمر الله سبحانه وتعالى خلف وراءه أهله وأبناءه وهم ربما في أمس الحاجة إليه ربما بعضهم في مرض ربما البعض منهم في خوف وعدم أمن ولكنها التضحية التضحية شوقا واستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى لذلك يا أحبتي إن كان هؤلاء الحجاج يضحون ويبذلون من أجل أيام قلائل في رحاب البقاع المقدسة ليستجيبوا لأمر الله ليشهد ليشهدوا توحد الأمة ليشهدوا عظمة هذا الدين فما أحرانا فما أحرانا وأحراهم وأحرى, وأحرى كل مسلم أن يبذل وأن يضحي لنقيم شاعر الدين الصحيح في أنفسنا وفي أهلنا وفي أولادنا وفي كل من حولنا ونغير في انفسنا وفي حياتنا وفي واقعنا الافضل والاحسن والاجمل بل الى كل ما يحبه ربنا سبحانه وتعالى ويرضاه. طيب خليني اسال اليوم هل من اعمال آه وسنن اساسيه يعني لا اقول يلزم ولكن يستحب للمرء المسلم من غير الحاج مسلم ومسلمه انه يقوم بها هل من اعمال معينه يمكن ان ترشدنا اليها في هذا الجانب اتكلم عن غير الحجاج. طيب بالنسبه بالنسبة لغير الحاج فيشرع له الآن ابتداء من, 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 يوم عرفة من بعد صلاة المغرب إلى أيام التشريق الثلاثة يشرع طبعا للحاج وغير الحاج هذه الآن الصفة اللي هي التكبير التي قد تكون سنة مهجورة فيكبر الإنسان فيسمونه التكبير المقيد الذي هو بعد الصلوات ولكن أريد أن أشير إشارة سريعة أنه التكبير لاحظ بعض الأخوة عندما يسلم الامام السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله يشرع في التكبير ولكن ينبغي ان يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت هذا جاي وكان ثم يشرع في التكبير جميل اذا التكبير هنا مقيد وكذلك مطلق مقيد زمنيا مقيد فقط فقط بعض الصلوات لا يا اخي الحبيب طبعا هو الان اصبح ايش يعني بعد الصلوات وكذلك يعني في سائر اليوم في سائر يومي جميل ولكن لو لاحظت يعني قبل يوم عرفه ما كنا نكبر بعض الصلوات. كانوا آه يسمونها التكبير المطلق. اه مقيد بهذه الايام, يعني الأيام ايام الذكر والشكر و, و نعم, نعم طيب والان اللي هو الشيء الاخر كذلك قد يشترك فيه كمان الحاج الذي هو انها ايام ايام ذكر واكل وشرب، لذا يحرم على الانسان ان يصوم هذه الايام. يحرم يحرم حقيقه، يعني هذا في اكثر اقوال اهل العلم انه يحرم لانها ايام اكل وشرب. وفيها زيارات فيها حتى تزاور ففيها يعني تكون نوع من المحبه والالفه بين الناس جميل إيه؟ وايضا وايضا يعني يعني غير الحاج قد يعني لا يختلف امر من هذه الامور التي يعني يعني كلما استزاد من العبادات بشكل نعم عام نعم زياره المرضى يعني نعم بارك الله كل هذه في فيها اجور نعم فيها اجور عظيمه في مباركة هذا الزمن المبارك نعم بارك الله ماذا عن الحاج نفسه؟ خلينا نسال عن الحجاج الان وهم ينعمون واحنا نشاهد يمكن الشاشه امامنا وامام الجمهور ينعمون بتواجدهم رغم التعب والمشقه وطبيعي الجهد والبذل الذي يحصل لكنهم ينعمون بهذه او هذه هذا الشعور الذي يعني ربما لا نستطيع وصفه لانه حاله خاصه لكل مسلم ولكل حاج او حاجه يستشعرونه في دواخلهم تزكيه للنفس اتصالا بالله عز وجل وايضا يعني تمازجا مع هذا الجو الروحاني العظيم. ما الذي يشرع للحاج فعله في هذا اليوم؟ في هذا اليوم هو الان هم انتهوا من من مناسكهم بعد ما الحجاج كانوا عندهم المبيت بمزدلفه بالامس عرفوا المزدلفة أيوة ثم عادوا الان فطبعا هناك منهم من ذهب ورمى ومنهم من ذهب وقص شعره او حلق شعره ومنهم من ذهب يطوف بحسب نوع الحاله بحسب ايوه نوع وحقيقه التقدم التاخر بين بين هذه الثلاثه فكل حسب ما يشاء جميل إذا انتهى من هذه الأمور الثلاث ف... فيشرع له جلوس الآن في منى ويذكر الله سبحانه وتعالى ويأكل ويشرب ويفرح جميل. بما أتم من هذه المناسك العظيمة المباركة يشترك مع غي... مع غير الحاج في أنه الآن أكل يعني وشرب يعني وذكر الله الله سبحانه وتعالى جميل جميل احنا, احنا الآن لو قلنا أنه هذه السنن تشرع اليوم في يعني في للمسل... للحاج وغير الحاج يعني المشترك بينهما الأكل والشرب وذكر الله سبحانه وتعالى وكذلك حقيقه في شيء استاذ انور الذي التي هي الاضحيه. نعم هذه من سنن هذا اليوم نعم. نعم للحاج وغير, وغير الحاج. نعم. نعم يشترك فيها يشترك الذكر فيها والذبح. بارك الله فيك نعم, نعم. فطبعا يستطيع هذا الحاج ان كذلك ان يضحي لانها اسم شعيره عظيمه. ذبح نعم الاضحيه نعم. نعم ما قيمه يعني تحديدا الاضحيه هي سنه ولا طيب نحن هذا اذا أحببت ان يعني نشير الى هذه الاضحيه يقول نعم يقول عليه الصلاه والسلام من ضحى طيبه به نفسه الى اخر حديث كانت له حجابا من النار فالاضحيه حقيقه شعيره عظيمه لا يخفى على كثير من الناس طبعا هي سنه مؤكده سنه مؤكده لمن يقدر أن يضحي فله أجر كبير سبحان من الله سبحانه وتعالى يعني كذلك ممكن أن نقول أن يعني الأضحية اسمه سألني بالأمس أحد الأخوة يقول أنا عندي عندي دين كبير وعندي نوع من المحبة أن يعني أريد أن أضحي فهل أستدين؟ قلت له لا يا أخي يعني لا يكلف الله هذا نفسه إلا وسعها أنت عندك دين ومشغول بدينك فما ينبغي ان يعني يعني تدخل في دين اخر من اجل اضحيه، طبعا اجرها عظيم حقيقه وفضلها كبير والشعور هذا جميل من الانسان يشعر انه يعني هذا يريد ان يضحي ولكن ليس عنده القدره والمال ولكن باذن الله سبحانه وتعالى هذه النيه عظيمه ان كانت هذه نيته ان يضحي فباذن الله سبحانه وتعالى ياخذ اجر المضحي. نعم ولكن هي سنه هي نعم هي تشرع للحاج وغير, وغير الحاج سنه مؤكده. الحاج مؤكدة نعم سنه مؤكده للحاج وغير الحاج. وغير الحاج نفس الحكم سنه مؤكده للحاج وغير الحاج نعم, نعم. بارك جميل بارك. ما قيمتها بالنسبه لل يعني احنا ترى المجتمع المسلم مجتمع متنوع الشرائح مثله مثل غيره من المجتمعات الانسانيه يعني ما في ما في فرق في هذا الجانب هناك الاغنياء وهناك الفقراء متوسطي الدخل وهكذا نعم. هل يمكن لقيمه هذه الشعيره او هذه السنه المؤكده الاضحيه ان تكون يعني فرصه ل لي... خلينا نقول رساله التكافل الاجتماعي بين الاغنياء والفقراء في 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 هذا يعني لها الاضحيه لها كما لها نعم نعم جزاك الله خير يقول يقول الله سبحانه وتعالى فكل منها واطعم البائس الفقير وفي ايه اخرى فكل منها واطعم القانع والمعتر اذا اذا هذه الاضحيه صوره حيه في التوسع على الانسان وعلى الفقراء وعلى المساكين في الاعياد فمن رحمه الله عز وجل الا يكون السرور والفرح مقصورا على اهل الغنى وحدهم والفقراء محرومون محزونون من يعني محروم من الفرحه فيأتي العيد فيزيدهم غما لأنه يرى الآخرين في سعة وفرح ويرى نفسه في في عسر وضيق ويرى مثلا أولاد الجيران فرحين وهم عندهم غم وهم مثلا هم لا يقدرون مثلا أن يكون اللحم فشرع الله سبحانه وتعالى في عيد الفطر زكاة الفطر وشرع في عيد الأضحى الأضحية لكي تعم الفرحة على الجميع فيشتركون في مسارات العيد فمن أجل هذا ينبغي لمن ذبح وضحى أن يسعى إلى الفقراء وأن يبحث عن المحتاجين وأن يتصدق لهم ولو بشيء قليل لتحقيق معنى الأضحية وحكمة الأضحية فإذا ضحى هو أكل هو وجيرانه من هذه الأضحية فقد أدى الذي عليه وإن استطاع أن يتصدق ولو بقليل من هذه الأضحية يكون هذا طيباً طبعا بالنسبه للاضحيه تقسيمها الى ثلاثه اقسام طبعا هذا فيها روايه من الصحابه ومن التابعين انها تقسم الى ثلاثه اقسام. وليس يعني من الضروري ان تكون 33% مثلا و33% نفس المقدار نفس المقدار لا طبعا انها يعني نقسمها جزء للانسان لاهله وجزء لاقاربه واصحابه وجيرانه مثلا كه... وجزء للفقراء والمحتاجين. صدقة نعم نعم كصدقة وليس يكون الثلث بالضبط في التقسيم هذا أن يكون المهم أن يكون للفقراء والمحتاجين والأصدقاء والأقارب يأخذ حاجته هو ونصيب و... متبقي نعم. هو أنت يعني هو أن تعم الفرحة يعني جميع تشرك الآخرين و جميع الآخرين وهنا السؤال اللي ممكن يعني يكون وش دور الأغنياء والميسورين من المسلمين الآن لإشاعة وإضفاء الفرح والبهجة والسعادة لدى المسلمين الآخرين من جيرانهم وغيرهم من الفقراء في مثل هذا اليوم وهذه الأيام مباركة وأجر مثل هذا يعني أن تزرع البسمة في وجه أخيك أو تفرج عنه كربة من كرب هذه الدنيا جزاك الله خير طيب إن إدخال الفرح والسرور والبهجة إلى إدخال الفرح والبهجة والسرور في قلوب هؤلاء المحتاجين في عيد في عيد الاضحى المبارك انه عمل جليل فانت بذلك تاسر قلوبهم وتملك افئدتهم ولهم من ذلك والاغنى والانفع والابقى دعاؤهم لك وذكرهم اياك بالخير بعد رحيلك والناس شهداء الله في ارضه قال عليه الصلاه والسلام يوشك يوشك ان تعرف اهل الجنه من اهل النار يوشك ان تعرف اهل الجنه من اهل النار فقال الصحابة رضوان الله عليهم بما ذاك, بما ذاك يا رسول الله قال بالثناء الحسن والثناء السيء أنتم شهداء الله بعضكم على بعض رواه ابن ماجة وغيره الشاهد أخي الحبيب لابد أن يشعر هذا المعطي إذا منح شيئا مما يملك فتربح أضعاف أضعاف ما منحته لأنك بعطائك تعيد الابتسامة في شفاه طالما أطبقت وترسم البهجة على وجوه طالما عبست وتدخل الأمل والفرح والسرور على قلوب يأست وتألمت وحزنت فكم من فكم من يتيم فقد يا حنان الأبوة فانشرح بعطائك صدره وابتهجت وابتهجت بذلك نفسه وخفت بجودك معاناته وزال بكرمه شيء من شقائه وكم من أرملة فقدت العائل وغاب عنها الراعي وذاك وذاقت مرارة الغربة والحرمان بفقد زوجها فأعدت شيئا من الأمل ينير بقية حياتها لتوقن أن هناك ما زال في الدنيا خير كثير من هؤلاء الأغنياء ونفوس طيبة وأيد مباركة وصدور تفيض جودا وقلوب تنبض عطاء فالعطاء ايها المبارك ان تقدم ما تجد به نفسك لمن تحب ومن لا تحب العطاء الا تعيش لنفسك مستاثرا بما رزق, بما رزق ربك سبحانه وتعالى بل تفتح قلبك ليسع حاجات الاخرين وتمد يدك لتسد فاقات المحتاجين لا تنظر لا تنظر بقدر ما تعطي ولكن انظر الى مقدار ما سيحدثه من وقع على القلوب وتفك وتفكر وتفكر في مدى تاثيره على النفوس فكر يا اخي الحبيب كيف يمكن ان يؤثر ما قدمته على نفوس الاخرين جميل انا اذا نذلت بس عشان اخذ فاصل هل من احكام لكن قبل كذا هل من احكام خاصه بهذا اليوم؟ اسمع هذه الاجابه ولكن بعد هذا الفاصل فاصل قصير ثم نعود اليكم اعزائي المشاهدين مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين وجزءنا الأخير في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم أيام معلومات وضيف الشيخ إبراهيم السيود إذا أذنت لي بشيخ إبراهيم في سؤال مهم عن أحكام هذا اليوم لكن نأخذ بعد أن نذهب وإياك وأيضا المشاهدين والمشاهدات إلى مشعر منى ومراسل قناة إقرأ الأستاذ إبراهيم حبتر حياك الله يا أخي إبراهيم أهلا وسهلا كيفك يا إبراهيم طيب إن شاء الله الحمد لله تمام اول شيء ارحب فيك اخوي انور وارحب بضيفك الكريم وارحب بمشاهديك قناه اقرأ حول العالم واقول لكم كل عام وانتم بخير وكل عام وانت بخير ابراهيم الاجواء مشاعر منا لا شك اجواء جميله روحانيه امس نزل المطر بشكل جميل اضفى ايضا شيء من الروحانيه العاليه لدى الصور حقيقه اللي وصلتنا كثير وايضا من خلال التواصل معكم بشكل مباشر لتحديث معلوماتنا حول ما يحدث من اشياء جميله بين الحجاج وفي مشاعر واداء النسك ايضا بشكل كامل، لو تصف لنا يا ابراهيم الاجواء بشكل عام لديكم الان في مشعر منى. طبعا اود ان ارفع اسم ايات التهاني والتبريكات الى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان. وابارك لهم بهذا العيد وابارك للعالم الاسلامي اجمع. طبعا انت تسالني اخ انور عن الاجواء، طبعا الاجواء حسب ما اعلنت الهيئه العامه للارصاد انه درجه الحراره تتراوح العظمى 39 درجه مئويه والصغرى 29 درجه فيما بلغت الرطوبه 80%. طبعا الاجواء يعني حاره ولكن يعني يعني الاجواء الايمانيه والطمأنينة والسكينة مسيطرة على جموع الحجاج كما أن حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وفرت أجهزة الرذاذ المالي لتخفيف درجات الحرارة طبعا هذه الأجهزة تخفف ما بين سبعة إلى خمسة درجات مئوية وتساعد في تلطيف الأجواء ويعني مساعدة الحجاج على يعني يعني الابتهال وهذا وال والابتهال الى الله والصلاه ايضا احنا امس ابراهيم, أبراهيم شفنا الأجواء. الاجواء كانت يعني جميله جدا في عرفه في خطبه عرفه من عرفه ايضا الى مزدلفه النفره ثم الافاضه يعني حصل حقيقه انسيابيه جدا كانت جميله جموع ملايين من البشر يعني بسلاسه كامله انسيابيه الان كما شاهدنا قبل قليل مع الشيخ وجمهورنا الكريم يعني مبنى او منشاه الجمرات التسهيلات اللي تحدثت عنها قبل قليل سواء كان الرذاذ او الاجهزه الاخرى لو تحدثنا يعني يعني على الاقل صوره ولو في نصف دقيقه عما شاهدته من الجهود الكبيره التي تقدمها الاجهزه الحكوميه وايضا اجهزه التطوعيه لاجهزه القطاع الثالث في خدمه الحجيج طبعا حقيقه يا اخوي انور يعني لا استطيع ان اصف لك ما كنت اراه كنا نتجول أنا, انا وفريق الاعداد في منشاه الجمرات راينا الاستعدادات الكامله اجهزه رذاذ الماء رجال الامن يرشون الماء على الحجاج حتى يلطفوا الاجواء يساعدوا الحجاج وفي من من كان من رجال الامن من يحمل الحاج لكي يرمي الجمرات لكي يؤدي نسكه حقيقه رجال الامن يدون ادوار انسانيه قبل ان تكون ادوار عمل لديهم جميل حقيقه الفرق التطوعيه كثيره وتساعد رجال الامن وتساعد رجال الدفاع المدني احنا احنا طبعا شفنا امس وكثير من الناس شافوا صور فعلا عظيمه يعني رجال الامن بالذات في المقدمه هم يحمون الحجاج ويساعدون على حماية أمنهم وفي نفس الوقت يقدمون خدمات إنسانية عظيمة يحملون كبار السن الصغار كبيرات السن يضللون الذين يحتاجون وكان أمس الأجواء الماطرة كانت جميلة اليوم أعتقد أنه أيضا يوم جميل حتى بدرجات الحرارة اللي تحدثت عنها الرذاذ يمكن يساعد بشكل أكبر في تخفيض النسبة إلى سبع درجات وهذا رقم كبير جدا في أجواء مثل هذه أصلا يعني سبحان الله من تقدير ورحمات الله عز وجل أن تتنزل الأمطار في يعني صيف مثل هذا أمس في يوم عرفة كانت رحمة من الله عز وجل الان بشكل عام انت ترى انه الحمد لله الـ الـ الانسيابيه واضحه أخو ابراهيم في اداء النسك في انسيابيه وحركة الحجاج كل الامور بفضل الله عز وجل تتم على افضل وجه بالضبط بالضبط كنت طبعا مثل ما ذكرت لك انا ذهبت الى منشاه الجمرات للاطلاع على الجهود الامنيه آه رايت انسيابيه كبيره في جميع ادوار منشاه الجمرات، سالنا الحجاج آه يعني كيف رايتم يعني منشاه الجمرات؟ آه منهم من اخبرني انه قدم في سنه 96 وتسعين وكان الوضع جدا مختلف، الان التسهيلات اكبر، الـ يعني الادوار آه مختلفه، يستطيع الحجاج ان يذهبون في اي وقت يشاؤون، يعني يعني حقيقه اخوي انور تتخيل ان اثنين ونصف المليون حاج يذهبون لتلك المنشأة يتم تنظيمها بتفويج أمني جدا رائع يعني مشهد جدا مهيب الحمد لله حقيقة الحمد لا أستطيع أن أصف لك المشهد أنا أشكرك شكر جزيل وفيتنا بيعني تحديثات كثيرة وأشعرتنا أيضا أدخلتنا في أجواء هذه الشعيرة الروحانية ودخلت المشاهدين والمشاهدات شكرا جزيلا لك إبراهيم حبتر مراسل قناة إقرأ في مشاعري منا شكرا جزيلا لك وأعود إلى ضيفي الشيخ إبراهيم وأخذ منك الكلمة الأخيرة الرسالة الأساسية في هذه الحلقة عن الأحكام الأساسية التي ينبغي على المسلم أنه يحاول على الأقل أن يقترب منها ويتمثل بها طبعا رسالة سريعة ممكن نختم بها أن أقول عليكم بذكر الله عز وجل طبعا هذه فرصة الآن هي هو أهم تعويت. عمل من أعمال هذه الأيام للحاج وغير الحاج ذكر الله سبحانه وتعالى نعم ذكر الله سبحانه وتعالى الحاج وغير الحاج والذكر الذي هو يشرع له التكبير فالتكبير نعم. هذا نوع من نوع الذكر فتكبر الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا الى ايام التشريق الثلاثه ولكن علي هنا عرج سريعا على العمل العظيم الذي يحبه الله يقول الرسول عليه الصلاه ما عمل ادمي من عمل يوم النحر احب الى الله من اهراق الدم اللي هو اهراق الدم الذبح انها انها لتاتي يوم القيامه بقرونها واظلافها واشعارها واظلافها وان الدم لا يقع من الله بمكان قبل ان يقع من الارض فطيبوا بها نفسا. جميل. شكرا جزيلا الشيخ ابراهيم السود على تشريفنا في هذه الحلقه وكل عام تبخير بخير. وأيضا جمهورنا الكريم المشاهدين والمشاهدات كل عام وانتم بألف ألف خير. شكرا جزيلا لكم وغدا بإذن الله لقاء بكم يتجدد في أيام معلومات. الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر لا